بيدونا.com موقع يقدر من خلاله كل أصحاب المشاريع من مطاعم وكافيهات وصيدليات وشركات أدوية وبنوك وهيبرات وسوبر ماركت وشركات المحمول وأصحاب المشاريع الصغيرة والأونلاين من تقييم شغلهم وتجميع آراء العملاء والزبائن أونلاين بطريقة جديدة ومبتكرة. خليك مميز ومختلف وسجل الآن وشارك عملائك أحدث طرق استطلاعات الرأي الأونلاين من خلال موقعنا واعمل شير لاستطلاعك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الكيو آر كود الخاص بالاستطلاع اللي تقدر تحطه في أي مكان عشان تعرف تجمع الآراء وتستفيد بيها الأكبر عدد ممكن من الزبائن. طاولات مطاعم وكافيهات وعليها الكيو آر كود، سجل الآن وابدأ استطلاع الرأي وقيم شغلك مجانا لأول 3 استطلاعات مع فيدونا.com. التعليقات تصنع الفارق. دلوقتي حفاضة بيبي لاند الجديدة موجودة في كل مكان. مؤسسة نور الإسلام للتوكيلات التجارية وتجارة المنظفات والورقيات ومستحضرات التجميل تقدم لكل عملائها أقوى حفاضة في مصر، بيبي لاند. وعلشان إحنا وكيل لأكثر من 5 شركات عالمية، عملنا لكم عروض وأسعار خاصة للمحلات التجارية والصيدليات والجملة والقطاعي. نور الإسلام، الجودة والأمان والضمان. العنوان الزقازيق طريق أبو حماد بجوار مدرسة الأوائل. للتواصل يرجى الاتصال على 0130 90 112 012 89 42 41 08 إدارة الحاج محمد رمضان. ليه تختار عسل نحل زاد العلم؟ مش بس علشان مناحلنا من أكبر المناحل في مصر، ولا علشان 50 سنة خبرة، وعلشان تختار عسل نحل زاد وانت متطمن، يبقى نقطة ومن أول السطر. عسل نحل زاد من أقوى وأجود أنواع العسل في مصر، هيجيلك من مناحلنا مباشرة مروراً بكافة الإجراءات الاحترازية وأدوات التعقيم، علشان بنحبك وبنحافظ عليك. مش بس كده، وكمان هيقوي مناعتك ومناعة أطفالك، لأنه علاج لتقوية المناعة وغني بالفيتامينات وبدون أي مواد إضافية. عسل نحل طبيعي 100% وموجود دلوقتي في كل مكان. عسل نحل زاد صديقك على الأكل. الحق دلوقتي أقوى العروض الخاصة، خصومات كبيرة. لطلبات الجملة والتوزيع عسل نحل زاد قوة وعضلات. للتواصل يرجى الاتصال على 0136 792 97 أو زوروا صفحتنا على الفيسبوك عسل نحل زاد، واعرف الجديد والعروض. لطلبات الجملة يرجى الاتصال على الأرقام التالية. عسل نحل زاد من خير الطبيعة. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد مع حضراتكم السبت من كل أسبوع، وحلقة جديدة من شباب مصر. النهاردة عندنا حلقة جميلة مليئة بالفيوضات والروحانيات في ذكرى إسراء ومعراج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الرحلة العظيمة التي حلقت بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكلنا بنتعلم من هذه الرحلة العظيمة. يسعدني في هذا اللقاء أن يكون معي فضيلة العلم القرآني والإذاعي إن شاء الله تعالى، سافر العديد من الدول العربية تكريما وتعظيما وتشريفا لمصرنا الحبيبة في كل بقعة من بقاع الأرض، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي أبو المعاطي. أهلا بك في الشيخ محمد. أهلا أستاذ أحمد. أهلا، نورتنا للمرة المليون على الشاشة، وبعد غياب حضرتك كنت يعني غايب عننا فترة طويلة، إلى أننا سعداء النهاردة معك ونعمل حلقة جديدة، ومستمعينا ومشاهدينا النهاردة يشوفوا حلقة مميزة ومليئة بالفيوضات. خليني قبل ما أبدأ معاكم وقبل ما نسمع التلاوة الجميلة اللي هيتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أبو المعاطي، أقول شكرا لرعاية هذا البرنامج، يعني حبيبنا في كل مكان الحاج محمد رمضان
صاحب مؤسسة نور الإسلام بالزقازيق، وكمان الحاج أيمن علم والحاج محمد علم أصحاب مؤسسة مناحل عسل آلة زاد في كل الجمهورية، وكمان الشكر والتقدير لإدارة شركة فيدونا دوت كوم. التعليقات دائما تصنع الفارق. عشان ما اطولش عليكم، يلا نسمع تلاوة جميلة قرآنية مباركة في ذكرى نحتفي جميعا بها، هي ذكرى إسراء ومعراج أفضل الخلق وحبيب الرحمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبنا وسيدنا وشفيعنا يوم القيامة، القائل: البخيل في أمتي. سئل: من يا رسول الله؟ قال: البخيل في أمتي من إذا ذكر عنده اسمي ولم يصلي عليه. فهيا بنا نستمع إلى وحي من الله سبحانه وتعالى، وإلى دستور الأمة الأسمى الذي نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذه التلاوة، فضل الشيخ محمد، أمتعنا ما تيسر لك من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وجعلنا
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم جعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك، فتح الله لك وعليك فضيلة الشيخ محمد المعاطي، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين. طيب خلينا ناخذ الاول اول اتصال معنا احمد من القاهرة. احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا احمد عامل ايه؟ الحمد لله والله تمام. الله يكرمك، بتسمعنا من الاول ولا لسه فاتح دلوقتي؟ نعم بتسمعنا من اول البرنامج ولا لسه فاتح؟ بسمعكم طبعا، بسمعكم من اول البرنامج. اتفضل يا ابو حميد. عايز بس والله اشكر الشيخ محمد على الاداء الجميل دوت واقول له ان انا بحبه قوي. ربنا يكرمك. والله يا استاذ احمد بس اطلب منك طلب ويا ريت تحققه لنا يعني. اتفضل. نفسي بس في الابتهال اللي انت بتختم بيه كل مره. حاضر حاضر يا ابو حميد. ماشي يا ابو حميد. شكرا يا استاذ احمد. شكرا وشرفتنا. طيب لو في اتصال تاني قول لي يا ابو حميد. طبعا هو الراجل طلب منك ابتهال لازم يسمعك ان شاء الله. ان شاء الله في الاخر باذن الله. انت حلاوتها وانت يعني الفيوضات والروحانيات الجميله حتى في الامسيات الدينيه بنسعد بيك دائما. خلينا نتكلم الاول معاك شويه كده قبل ما يعني ما ندخل في الموضوع. الشيخ محمد ابو المعاطي بعد سنين طويله يعني حتى انا كنت من 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 اوائل ما حضرتك ظهرت معاهم وفي الرحله من بدايتها. يلا نتكلم شويه عن كيف بدا الشيخ محمد أبو المعاطي رحلته في القرآن الكريم، يعني تعلمت فين؟ من اللي حفظك؟ من اللي ممكن تقول له شكرا في يوم من الأيام؟ بدأت حياتك إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
اولا احب اشكر حضرتك استاذ احمد واسره القائمين على هذه القناه وعلى هذا البرنامج يا رب. واشكر جميع المشاهدين واقول لهم كل عام وانتم بخير وانت بالف خير وجميع الامه الاسلاميه جميعا بخير. الحمد لله بدات رحله القران يعني من سن الخمس سنوات اكتشفت الموهبه الحمد لله رب العالمين. الموهبه بدات تظهر عليك من سن خمس سنين؟ اه يعني هي كان موجود بالفطره موجوده بالفطره بس طبعا بس طبعا للمشايخ العلماء انت ما بتكتشفش نفسك يعني اللي في البيت والدك والدتك جدك اللي هم اللي بيكتشفوك بيسمعوك يعني بيسمعوا له ده هو موهوب انت ما بتعرفش تبقى طفل هم فبيبداوا يوجهوك يقولوا اه ده صوته حلو يوجهوا بقى للقران يوجهوا له والافضل يعني طبعا خير خير يعني خير من اراد الدنيا فعليه بالقران اكيد طبعا, طبعا. طيب معلش هقطعك شيخ محمد عشان بس الاتصال. ندى من القاهره. ندى السلام عليكم. عليكم السلام, ازي حضرتك يا استاذ؟ الله يكرمك يا ندى, بتسمعينا من اول الحلقه ولا لسه؟ حميده للبرنامج ان شاء الله. ايوه اتفضلي. وحابه يعني اسمع ابتهال بالنسبه ان احنا بقى في الاسراء والمعراج. حاضر حاضر هعمل لك في الاخر. حاضر يا ندى, شكرا جزيلا لحضرتك. الله يكرمك. شكرا يا ندى, كلهم عايزين ابتهالات النهارده بقى. حاضر, عينيا ليك. يسمعوك, هم متعودين من ايام قناه الرحمه او الحافظ وكده. طيب احنا هنكمل كل كلامنا ان شاء الله. معلش يمكن قطعتك اكتر من مره يعني, بس خلينا نطلع فاصل الاول ونرجع لبعض تاني ان شاء الله. بيدولا.com موقع يقدر من خلاله كل أصحاب المشاريع من مطاعم وكافيهات وصيدليات وشركات أدوية وبنوك وهيبرات وسوبر ماركت وشركات المحمول وأصحاب المشاريع الصغيرة والأونلاين من تقييم شغلهم وتجميع آراء العملاء والزبائن أونلاين بطريقة جديدة ومبتكرة. خليك مميز ومختلف وسجل الآن وشارك عملائك أحدث طرق استطلاعات الرأي الأونلاين من خلال موقعنا واعمل شير لاستطلاعك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الكيو آر كود الخاص بالاستطلاع اللي تقدر تحطه في أي مكان عشان تعرف تجمع الآراء وتستفيد بيها الأكبر عدد ممكن من الزبائن. طاولات مطاعم وكافيهات وعليها الكيو آر كود, سجل الآن وابدأ استطلاع الرأي وقيم شغلك مجانا لأول 3 استطلاعات مع فيدونا.com. التعليقات تصنع الفارق. دلوقتي حفاضة بيبي لاند الجديدة موجودة في كل مكان. مؤسسة نور الإسلام للتوكيلات التجارية وتجارة المنظفات والورقيات ومستحضرات التجميل تقدم لكل عملائها أقوى حفاضة في مصر, بيبي لاند. وعلشان إحنا وكيل لأكثر من 5 شركات عالمية, عملنا لكم عروض وأسعار خاصة للمحلات التجارية والصيدليات والجملة والقطاعي. نور الإسلام, الجودة والأمان والضمان. العنوان الزقازيق, طريق أبو حماد بجوار مدرسة الأوائل. للتواصل يرجى الاتصال على 0130 90 112, 012 89 42 41, 08 إدارة الحاج محمد رمضان. ورجعنا لكم مرة تانية في شباب مصر, ومعايا الشيخ الجميل الشيخ محمد علي أبو المعاطي. فالشيخ محمد احنا كنا وقفنا عند بداية رحلتك وانت عندك 5 سنين في عجالة صغيرة, عشان وقت البرنامج معانا نقول ازاي يعني بعد ما اكتشفوا فيك الموهبة مين اللي أخذك بإيدك وبدأ يوديك للحفلات. الأول حفظت القرآن الكريم في سن العشر سنوات وجودته في سن 12 سنة. وبعد ذلك يعني كان يشجعني جدي وأبي رحمة الله عليهم. ممكن نقول لي مين شكرا في الآخر يعني؟ أولا أشكر ناس اللي وقفت جنبك يعني كتير والله أستاذ أحمد, بس أولا أشكر والدي ووالدتي ربنا يبارك فيهم ويديهم الصحة والعافية يعني. وأدعو لجدي رحمة الله عليه بالرحمة, هو اللي كان مشجعني في الأول خالص, ربنا يرحمه رحمة الله عليه, ومشايخ الذين علموني القرآن وحفظوني يعني رحمة الله عليهم جميعا يعني. القرآن طبعا يعني هو دستور الأرض والسماء ودستور الأمة الأسمى,
الذي نزل على صدر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلنا بنتشرف ان احنا يمكن حمله لكتاب الله سبحانه وتعالى. شرفتني، وكان المفروض ان انا اتكلم معاك كتير بس غصب عننا عشان وقت البرنامج. اخويا استاذ رضا طبعا عارف انه بيحبك طبعا هو الونيس بتاعنا يعني، ربنا يبارك فيك ويبارك في اولادك. انا قبل بس ما ارضي الجمهور الجميل بتاعنا يعني واختم بالابتهال، انا حابب اقول كلمه لحد عزيز عليا قوي. الحد ده يعني يمكن وقف معايا في حياتي، وشخصيه محترمه جدا، وشخصيه انا بحبها قوي لانها اقرب شخصيه لقلبي، وبدعي ربنا على الهواء قدام العالم كله يعني، بقول للشخصيه دي ان انا بحبها جدا، وبقول لها كمان ان يعني ربنا يشفيها يا رب من اللي هي فيه، وكمان يعني يجعلها دايما في حياتنا جميله ومعانا. ومهما ان انا يعني اتكلمت واوصف على الحد اللي سمعني دلوقتي ده، انا مش هقدر او في وعد، ومهما ان انا قلت يعني، فاكيد هو سمعني واكيد عارف نفسه، واكيد برضه احنا بنقول له قدام العالم كله ان احنا بنحبه قوي، وبن يعني اكتر حد في الدنيا والله. طيب احنا هنختم في الاخر بابتهال زي ما حبايبنا قالوا، ومش هلاقي احسن من يعني ذكرى اسرائي ومعراج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فخلينا اختم بحته صغيره كده. سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا عالم الهدى، يا بدر تم في الوجود على المدى، سريت من حرم الليل إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلام، برق البراق به إلى الأقصى الذي باركت حول رحابه بهداك.